بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. كل سنة وانتم طيبين. دار الإفتاء المصرية أعلنت إن شاء الله الصبح هيبقى أول يوم، عايز أقول النهاردة، يعني خلاص احنا دخلنا بعد الساعة 12، فالنهاردة هيبقى أول يوم من أيام ذي الحجة، العشر الأوائل اللي قال فيهم صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل الصالح أحب فيها إلى الله تعالى من تلك الأيام. وهنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان واضح وأمين عليه الصلاة والسلام معانا إنها أيام عمل. وأعمال المسلمين مع ربنا سبحانه وتعالى تنقسم لنوعين من الأعمال: أعمال بدنية وأعمال قلبية. وكلما الإنسان ركز على الأعمال القلبية كلما انصلحت الأعمال البدنية، لأن القلب هو الملك وهو اللي بيدي الأوامر للجوارح إن هي تتصرف. فكلما صلح القلب كلما صلحت الجوارح. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. عشان كده إحنا خاطرة الفجر السنة دي عن العشرة الأوائل من ذي الحجة عبارة عن القواطع اللي بتقطع القلب عن استقبال الواردات والإلهامات الربانية اللي ربنا بيبعتها كل يوم لكل واحد فينا، عشان تقربوا من ربنا وتعرفوا على ربنا وتهديه طريق ربنا وتعرفوا على نفسه وعيوبه وتوريه أهدافه اللي ربنا خلقه عشانها. كلها إلهامات ربنا بيبعتها باستمرار لأنه الهادي سبحانه وتعالى، بس المهم استعداد القلب. وإحنا امبارح اتكلمنا، اللي ما شافش خاطرة امبارح، إن إحنا الكل بتجيله الإلهامات دي، بس في قلوب مشغولة وفي قلوب مستعدة. فإحنا في العشرة أيام دول في خاطرة الفجر هنتكلم عن الأشياء اللي بتعمل حجاب على القلب، فلا يستقبل عن الله أو يبقى منشغل فما يشوفش رسائل وإلهامات ربنا سبحانه وتعالى. القاطع الأول اللي النهاردة عايز أكلم حضراتكم فيه اسمه القلب المضطرب، اللي عكسه القلب الساكن. عايزك تتخيل إن واحد مثلا في كلية هندسة مطلوب منه انه يروح يزور ميدان معين، الميدان ده فيه تحفة فنية هندسية، مطلوب انه يبص عليها عشان بكرة هيتسأل ويمتحن فيها. فراح ركب عربيته وصل للميدان، بص على التحفة الفنية كده، خد لفة وقام ماشي. منتهى السطحية، مش مركز، معلي الكاسيت بتاع العربية، بيتكلم في التليفون، مع ان استاذه قال له روح الميدان ده ركز في حاجة معينة بكرة هتتسأل عنها، لكن لما راح قلبه كان مضطرب، ما كانش ساكن عشان يبص ويعتبر ويفهم. طالب تاني مثلا في كلية فنون جميلة، أستاذه طلب منه يروح معرض للوح فنية معينة، روح اتفرج وتعالى هسألك، هتتعلم حاجة هسألك. راح المعرض برضه هو مشغول في التليفون بتاعه، وهو بيتكلم مع واحد صاحبه وبيتخانق مش عارف في ايه، وهو بيعمل صفقه بيع ايه، دخل اتفرج فرجه سريعه بقلب مضطرب، مش قلب ساكن هادئ وعين تنظر للاعتبار. انما اتمشى ربع ساعه في المعرض كده، خد لقطه سريعه من كل لوحه وتوكل على الله. ده اسمه القلب المضطرب. واحنا ربنا سبحانه وتعالى طلب مننا ان احنا نعيش بقلوب ساكنة، يعني هادئة، لان في رسائل وواردات في الاحداث اللي في الحياة هتيجي، ركز معايا انا بكلمك. عشان كده ابن عطاء الله ليه حكمة حفظ، بيقول: ما نفع القلب مثل عزلة يدخل بها ميدان فكرة. طالب بتاع هندسة اللي فيه تحفة معمارية لازم يبص عليها في الميدان، كان الأولى يروح بعربيته يركن وينزل يلف حوالين التحفة دي، يقعد يتفرج معاه ورقة وقلم وياخد اللي فهمه ويكتب ويدون ويرجع يبص ويفكر.
اهو ربنا احداث الحياة حابب ان احنا نعمل معاها كده، لما يبعت لك معنى معين او فكرة معينة كأنك بتلف في ميدان الفكرة دي عمال تتأمل فيها، يا رب انت اردت مني ايه. ياما الواحد وهو بيتكلم وبيتناقش غلط غلطة، فاللي قدامه قال له انت يا عم انت اتغيرت كده ليه، انت مالك بقيت مندفع او عصبي، او مالك بقيت قليل ادب بالطريقة، انت عمرك ما كنت كده. يا عم اسكت بقى، ما ياخدش الكلمة كده، يعلمنا أساتذتنا يقول لك خليها تلاند، ياخدش الكلمة كده وتهبط كده ويفكر فيها ويسمعها، إنما ياخدها كده ولا كأن ربنا اللي بعت له صاحبه يقول له أنت متغير، محتاج تلتفت لتغيرك ده وتهدأ وتسمع الكلمة دي كأن الله سبحانه وتعالى أراد إن يوصل لك حاجة. ما نفع القلب مثل عزلة، ودي من أكتر العبادات اللي احنا محتاجين نتعلمها في العشر الاوائل، القدرة على العزلة في وسط الناس. ان يحصل مشهد معين، اسمع كلمة معينة، تجي لي فكرة معينة، اقدر اعتزل الناس واقعد اهضم الفكرة اللي ربنا اداها لي دي. ابن القيم عنده كتاب اسمه الفوائد، مدون فيه بعض الافكار اللي شافها في الحياة. فمثلا تلاقيه شاف صياد عنده كلب، قام باعت الكلب ده جري ورا غزاله ورا جري ورا ارنب، وقام ماسك الارنب ده وجابه بين ايدين الصياد. الصياد قال له يعني باللغه بتاعتنا جود بوي ومش عارف ايه، واداله حلويات بتاعت الكلب ولا اداله عظمه، واخد الارنب علشان ياكله. فوقف ابن القيم مع المشهد ده، لان ربنا في القران بيقول وان لكم في الانعام لعبره، اللي انت شايفه من الحيوانات دي مليان الهامات من ربنا، عبره تعتبر. نظرك وقلبك لازم يبص نظر الاعتبار، قلب مش مضطرب، قلب ساكن بيستقبل. فبص ابن القيم كده وقال علمت كلبك، فهو يترك شهوته في تناول ما صاده احتراما لنعمتك. ايه ده؟ ده الكلب اصطاد ارنب، هو الكلب لما اصطاده وحط اسنانه كده على اللحمه ما كلهاش ليه؟ ما بيحب ياكل اللحمه. هو لما اصطاد الغزاله وقام نهشها كده وشم الريحه ما كلهاش ليه؟ لان صاحبه اللي مربيه ومأكله قال له اصطادها وتعالى، والكلب استجاب. فقام قايل ايه؟ بص بقى، قال علمت كلبك فهو يترك شهوته في تناول ما صاده احتراما لنعمتك وخوفا من سطوتك، وكم علمك معلم الشرع وانت لا تقبل. شوف نعمه ربنا عليك ايه، وياما قال لك اعمل دي بالطريقه دي وقلت له لا وكسرت كلامه. شافها ابن القيم فكأن قلبه وعقله كان ساكن، ما كانش مضطرب، مش شاف كلب كده وقال الله ده كلب شكله لطيف نوعه حلو، كأنه خد الموضوع قشرة سطحية، إنما نظر بعين الاعتبار بقلب ساكن مش مضطرب. وفي يوم من الأيام ابن القيم، أعتقد الكلام ده في كتاب طريق الهجرتين، كان بيتكلم على الفرق ما بين حب الله للإنسان المخير وحب الله للملائكة المسيرة. فقال إن الإنسان المخير أعلى مكانا من الملائكة المسيرة، وطبعا الكلام ده عند العلماء إن طائع البشر أعلى عند الله من الملائكة. جابها منين؟ شاف واحد جنبه حصان بيتمشى، وبعدين بعدها نفس الشخص ده ماسك في نفس المشهد، أنا آسف، ماسك حصان تاني عمال إيه يحرن عليه كده، وصاحبه يقوم شده، والتاني جنبه حصان بيتمشى بس بالنظرة بيهدي، ولما صاحبه يمشي يقوم ماشي معاه مع إنه مش مربوط. ما تجري، انت خلاص بقيت حر ابدا، انا طائع مخير. طب والحصان التاني مسير بالحبل ده كده. فعلق ابن القيم ايهم احب واقرب الى صاحبه، اللي سايب له الاختيار من غير لجام يهرب او يفضل جنبه، ولا اللي ربطه باللجام مش من حقه انه يتحرك لانه ماسكه ما عندوش اختيار؟ فقال الاولاني احب لانه اختاره بارادته. شوف عمال ينظر ويستقبل الإلهامات الربانية بقلب ساكن مش قلب مضطرب. عشان كده ابن عطاء الله بيقول لك العاقل إذا أصبح يقول ماذا سيفعل الله بي، والغافل إذا أصبح يقول ماذا سأفعل. فرق كبير ما بين واحد صاحي من النوم بيقول النهاردة ربنا هيكلمني إزاي وهيقول لي إيه وهيفهمني ايه وهيرشدني لانه الهادي سبحانه وتعالى ازاي، واحد تاني بيستقبل احداث الحياة بقلب مضطرب، وتحصل احداث ضخمة يبص عليها نظرة سطحية من غير ما يتأمل ويسكن ويفهم.
حتى قال سيدنا علي بن أبي طالب عن رسول الله، قال: كان جل نظره الملاحظة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أكثر نظراته كانت نظر الملاحظ المتأمل. بعيد بقى عن سيدنا النبي عشان أتكلم براحتي، يعني مش نظرة كده حبثية كده على أحداث وأكوان. ونريكم آياتنا فأي آيات الله تنكرون. فأول خاطرة عايز أبدأها مع حضراتكم في القواطع اللي بتقطع الإنسان عن استقبال الإلهامات الربانية والمعاني الربانية المرقية للإنسان والمعرفة للإنسان على عيوبه وعلى أهدافه في الحياة، هذا القلب المضطرب اللي احنا بنسميه هايبر، اللي بنسميه قلب مشتت عكس السكون والهدوء. مش السكون والهدوء اللي معناه الكسل، ما انت مطحون في رحلة الحياة بجسدك، عقلك مشغول بالتخطيط ومشغول بالترتيب، بس في قلب هنا عارف انه مخاطب. القلب كما يقول ابن المبارك الامام الكبير، القلب محل نظر الرب سبحانه وتعالى. فشوف ربنا لما بيبص في قلبك بيقول لك على ايه. ده كان اول معنى حابب اشارك حضراتكم فيه. طيب، وهو الانسان كيف يشعر اولا، او كيف يرتقي من القلب المضطرب للقلب الساكن؟ رقم واحد، انك تعرف انك انت مش الدنيا، انت ربنا بيكلمك. ربنا مش بيعامل الناس كده ايه بالاكوام كده مع بعض، ربنا بيعامل كل واحد لوحده، لانه هيحاسب كل واحد لوحده. ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من عبد إلا وسيحاسبه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. فأنت أيها الإنسان، الأحداث اللي بتحصل في الحياة الله قادر أنه بحدث واحد يعلم ده حاجة ويعلم ده حاجة ويفهم ده حاجة ويحزن ده ويفرح ده بنفس الحدث. بنفس الحدث قادر ربنا سبحانه وتعالى ان هو يكون في ابتلاء بالضيق على واحد وابتلاء بالفرحة على واحد. مش قال لك مصائب قوم عند قوم فوائده؟ فعل واحد من ربنا. فانت عيش مع الله كأنك وحدك، انظر للأحداث والأقوال والقبض والبسط، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. في بكرة سؤال ليك من ربنا عن القبض والبسط اللي حصل في حياتك، والله يقبض ويبسط، وبعدين قال وإليه ترجعون. فأنت تعامل مع الأكوان وكأنك وحدك عشان تبقى فاهم دايما الله كيف يوجهك، وعشان تستقبل الإشارة الصح والإلهام الصح من ربنا محتاج قلب ذاكر، لأن القلب المشتت يطمئن بذكر الله. المسلمين كلهم يحفظوا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، تطمئن تستقر هادي. عارف انت لما تخش فصل وعمال مش مركز، بتكلم في التليفون وبتشخبط على ايه، فالمدرس يقول ركزوا معايا، اهو ركزوا معايا، دي مش هتيجي الا بالذكر. واشرف الاذكار لا اله الا الله، واشرف الاذكار في هذه الايام، ويمكن بكره هقول لكم على اهم الاعمال في العشر الاوائل، لكن اشرف الاذكار في أيام العشر الأوائل من ذي الحجة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هي أذكار الأيام العشرة دي، وبكرة أفصل لكم في المسألة دي. ولكن الذكر بالذات، الأذكار اللي بتحوي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، هي اللي فيها سكون القلب من اضطرابه وخوفه وقلقه وانزعاجه، حتى يستقبل الإلهامات الربانية اليومية التي ترسل من الله خصيصا لكل إنسان. فأول حجاب بين العبد وبين الله هو القلب المضطرب الذي إذا سكن استقبل. كيف يسكن؟ تعرف أن ربنا بيكلمك كل يوم، ويسكن بكثرة ذكر الله. اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا محمد كما ينبغي لقدره ومقداره العظيم. اللهم انظر إلينا برحمتك، اللهم انظر إلينا برحمتك، اللهم انظر إلينا برحمتك، اللهم علمنا ما جهلنا،
اللهم علمنا ما جهلنا، اللهم علمنا ما جهلنا، اللهم ثبتنا على ما تحب وترضى، اللهم أنزل علينا من رحماتك وسكينتك وطمأنينتك ما يأخذ بقلوبنا إليك ويوقفنا بين يديك. اللهم إن ضعفنا في السير إليك فاحملنا إليك حمل الكرام عليك، وأذن لنا بشريف عبادتك في هذه الأيام وفي سائر أعمارنا يا مولى الموالي يا الله. أشوفكم بكرة إن شاء الله، سلام عليكم.